السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين قناتي، عندي أسئلة وصلتني طبعا بالفيديو الأخير اللي نشرته بخصوص التقديم على اليو إن واللجوء، وحكيت بيه قلت لكم ترى مغلق، وأكو ناس طبعا داخلة مع الأسف على عالم وقالت لهم ترى اللجوء موجود وبفلوس نسوي لكم إياه، وصلتني معلومات، فماكو هيك حكي. اللجوء ما موجود، مغلق. أنا أؤكد عليكم ترى اللجوء مغلق، لحد يورطكم يقولكم اللجوء مفتوح على أساس بولو تروح وتقدم أوراقك، وهذا ماكو هيك حكي. اللجوء هي منظمة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، واللي يشرف عليها من ناحية المساعدات هي الهلال الأحمر. زين، إذا هي منظمة عالمية من تنغلق بمحافظة أو بدولة، يعني تنغلق جميع المكاتب، ماكو بولو موجودة وبسامسون ما موجودة، ماكو هيك حجي. على كل حال، اللي يريد يصدق خلي يصدق، اللي ما يريد يصدق خلي يجي لتركيا ويشوف بعينه. على كل حال، هاي منتهي من عندها. وعندي أسئلة وصلتني أغلب العالم بخصوص اللي يريد يشتري عقار بتركيا، يعني يشتري له شقة، شلون يقدر يضمن نفسه انه هاي الشقة مثلا يكون عقدها اصلي، الطابو مالتها يتحول باسمك. اخوان، هنا عندهم ثلاث انواع عقود، هاي طبعا ما حكيتها مرة بالبث، بس تعرفون البث مو يعني واحد يقدر رأسا يجاوب، لانه كل ساعة واحد جاي ونسلم عليه. هسه راح احكي لكم بالتفصيل. الشراء الشقة بالتركية ثلاث انواع عقود عندهم، اكو عقد لونه ازرق، واكو عقد لونه اصفر، واكو عقد لونه احمر. الازرق او الازرق احنا نحكي بالفصيح، العقد الازرق هو العقد اللي مثل ما بالعراق عندنا مناطق احنا نسميها العرصة، مناطق العرصة. طبعا هنا هي تعتبر رسمية، يعني منطقة عرصة رسمية، فقط انه ما تسجل، يعني تسجل باسمك وتتحول باسمك هاي الشقة، لكن ساعة الساعة الدولة من تريد هاي العمارة تفلشها وتاخذها تسويها شارع، تسويها مول، مكان عسكري، اللي نفرض يعني تعوضك بشيء قليل. يعني اذا انت ماخذ الشقة بدفترين، لنفرض ما تطيق دفترين، تطيق 50 ورقة، تقول لك وإلك مثلا 3 أشهر تطلع منها، او تعوضك بقطعة ارض مثلا، او تعوضك بشقة ثانية وبس تدفع فرق فلوس، يعني يقول لك تعطينا بعد 10,000 دولار مثلا. هاي اكو هيجي، طبعا اكو ناس ما تدري بيها يقول لك ماكو هيجي حكي، لا هاي اكو هيجي حكي وصارت ويا عالم، خلصنا من عندها. نجي على العقد الاصفر. العقد الاصفر يعتبر زراعي، عقد زراعي، يعني تصير الشقه باسمك لكن العماره مبنيه على ارض زراعيه. ساعة الساعة الدولة طالب بهاي الأرض الزراعية، اللي يجي أبو الملك، أبو الملك هو اللي راح يعطيكم فلوس، بس شلون راح يعطيك إياها؟ راح يعطيك إياها بالأقساط، احتمال يعطيك كل شهر 100 ليرة، 200 ليرة، 300، هم راح تتبادل، يعني هم راحت فلوسك. هاي خلصنا من العقد الأصفر. يكون ناس ماخذ نظرة إنه هذا العقد الأصفر لا، يعني إنه مطلوبة مطلوبة للدولة، لا ما مطلوبة، هذا العقد الأصفر أخي زراعي. انتهينا. نجي على العقد الأحمر. العقد الأحمر طبعا هو اللي الاصلي، يعتبر اللي تعتبر طاب وصرف، يعني اذا تشتري انت قاع يعطوك عقد احمر من تيم من عند القاع باسمك، صور مهر. خلينا نقول نوعين، ثلاث انواع. اول نوع خليني احكي لكم عن النوع الاول الرئيسي، يعني اذا انت تاخذ قاع وتريد تبنيها بيت، انت تريد تبنيها دار كامله لك، هذه طاب وصرف، ما حد يقول لك وين، بس شنو هم لازم منطقه تنبني بيها بيوت، يعني تستحق انه هي منطقه زراعيه تكون، يعني مكان بقريه بكذا تبني بيت تريد. اذا تريد تقول داخل المدينه ابني لي بيت، ما يحق لك، يجوز يقول لك احنا هذا المكان على المستقبل يجوز نريد نسوي عماره، فانت لما تاخذ هذا القاع شو يسوي لك؟ يقول لك احنا نبني لك عماره 20 شقه، نعطيك شقتين بلاش لك، بس القاع تبقى باسمهم الصير والشقتين باسمك، تفهم هاي من ناحيه البناء للشقق. خلصنا من هاي المساله. للعقود الحمراء الثلاثه اللي احكي لكم عليها، اللي انت تريد تشتري وتشوف عقد احمر، اكو عقد احمر بس مكتوب من ضمن اللوائح مالته تعتبر الشقه سر قفليه. شنو تعتبر الشقه سر قفليه؟ احنا عندنا بالعراق وبمصر وبغير مكان انه انت تعطي خلو رجل، يعني انت واحد مثلا من يجي يدفع فلوس بشقه او بمحل، يا برا ايش قد يا سر قفليته؟ 1.5 مليون، تعطيني 1.5 مليون تاخذ المحل، اجار المحل كذا بالشهر. هنا عندهم السر قفليه شويه تختلف، يعني انا عندي شقه اريد اخذها طابو احمر، هي تعتبر اصلي، ماكو شيء مو اصلي، ماكو هنا عدو بتلاعب بالقانون، اصلي. طابو الاحمر
صرق قفليه. الشقه تعتبر مطلوبه للدوله. شلون مطلوبه للدوله؟ هذا ابو الشقه مثلا ماخذ قرض على الشقه مالته، ماشي، ماخذ قرض، يعني هم يسموها صرق قفليه. هذا القرض اللي ماخذه مثلا الشقه ماخذ عليها لنفرض يعني مثلا 120 الف ليره او 150 الف ليره، ومسدد هو مثلا فد 70 الف ليره وباقي 80 الف ليره. انت راح تشتري الشقه من اللوائح، هو انت ايش مدري كنت تجوز ماخذ مترجم، هذا المترجم اصلا يجوز يعني هو جايبه ومتفق وياه هيجي، انت ما راح تعرف، راح يكتب باللوائح وبالعقد راح يحوله باسمك، وانت ملزم بدفع شنو القسط. بس هو ايش راح يسوي لك؟ انت ما راح تدفع، راح هو يروح يدفع، ياخذ رقم الشقه وياخذ الطابه وهو يدفع لك القسط. بس افرض انت ورا شهرين ثلاثه ستة شهور انت ايش مدريك وهناك وما دفع لك، راح تبقى الشقه مالتك مطلوبه، وبيوم اللي راح تجي انت تريد تحول تريد تبيع او تروح تدفع الضريبه، لان هي كل سنه تدفع ضريبه، راح تطلع عليك الغرامات، راح يقول لك انت ترى مطلوب هالقد انت، فاذا راح تتاذى، اذا انت انغلبت. فلازم تكون عندك واحد ثقه، مترجم معروف، مو معروف انت لا مترجم، لا تجيبه من طرفه، اخذ مترجم انت من طرفك جيبه، اعطيه 200 ليره 150 ليره يترجم لك، يكون يعرف يقرا ويكتب، هو اللي يمشي لك بهالشغله. هاي وحده. اكو عقد احمر، هسه السرقه فيه خلصنا من عنده. اكو عقد احمر هم يسمونه زراعي. شنو زراعي؟ يعني هسه احنا عندنا مثلا شارع الشفلك، اكو عندك شقق بشارع الشفلك، هي اصلا الشفلك شارع الشفلك يسمونه باعتبار شارع المزرعه. هذه مثلا اكو شقه اللي نفرض انت بها طابو احمر بس على مكان زراعي، طابو صرف، هذه تفيدك، بس لازم تتاكد انه ما مضروبه بزلازل، ما مطلوبه للدوله، لا كذا كذا كذا، هذه همنا اوكي. واكو طابو احمر اللي هو الثالث اللي هو طابو صرف، هذه اوكي. شنو طابو صرف؟ يعني عماره موافق، يعني موافق عليها الكل انه انت راح تشتري الشقه وكلها موقعه، ابو العماره هو موقع كل الشقق، موقعين انه هو مخول من يبيع هاي الشقه تتحول باسمك مباشره. هاي الطابو الصرف النهائي. بالنسبه للثاني دا اقول لك الطابو الاحمر الزراعي، هذا بي شنو مشاكله؟ مثلا انت اشتريته من تجري توصل للتحويل، للتحويل وصلت انت ما يحولوا لك، يقول لك تجيب لي موافقه كل اللي ساكنين بالعماره، كل واحد صاحب شقه يجي تحصل لك موافقه، فيجيك واحد من اهل العماره واحد يقول لك انا والله ما اقدر اوافق لك، تعطيني مثلا 5000 ليره او 15000 ليره او 10، وتصير مشكله عندك، فهم لازم تنتبه عليها. خلصنا من هاي المساله. هسه ايش بقى لنا؟ شلون انت تتحذر او تتجنب هاي المساله؟ تتجنب هاي المساله كالاتي: مترجم من جانبك، انت تواصل مثلا بسامسون بانقره باي محافظه، تروح مترجمين راح تقعد فتره، لا تجي راس انت تشتري ولا تحكي بهذه المساله انه انت منك انا راح اشتري وراح اشتري، لا اجي اقعد احترم نفسي، اجي اقعد 10 ايام 15 يوم اشوف العيشه، اذا عجبتني اروح اتعرف على مترجم، ادور لي مترجم خوش ادمي، اطلع اطب وياه وهو يترجم لك بما يرضي الله. هاي الطريقه الصحيحه على المود لا توقع بمأزق. فهاي اكثر العالم يعني سألوني على هاي المسألة بالفيديو السابق انا حكيت بيه على اليو ان، وسألوني دخلوا لي بالخاص على المود شغلة اليو ان بنفس الوقت على شراية الشقاق. فعلى كل حال اللي عنده اشكال، اللي عنده استفسار، اللي شو اسمه، انا مستعد اجاوبه، الرقم مالتي موجود بالوصف، بالفيسبوك نفس الشيء عندي على حسين الربيعي، على العراقي الجريح يكتب، ما اقصر وياه. وطبعا اتمنى انه اللي يجي يعلق اللي يتابعني انه يشترك بالقناه ويفعل زر الجرس، وان شاء الله ما اقصر وياكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.